السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. مكملين إن شاء الله إحنا في شرح دارة التبريد. طبعا إن شاء الله اقتربنا من نهاية شرح الدارة، باقي كم محاضرة بس إحنا بدنا نثبت المعلومات اللي إحنا طبعا شرحناها في المحاضرات السابقة، ونتأكد بأنه شغلنا صحيح وشرحنا إن شاء الله يكون واضح ومفيد للجميع. إذا عندنا دارة التبريد، احنا قلنا في المحاضرة السابقة انه اخترنا الغاز R134A وجبنا من جداول هذا الغاز. طبعا قلنا لكل غاز في له جداول وقيم معينة عند ضغوط ودرجات حرارة معينة لكل انواع الغاز في هاي الجداول. طبعا اخترنا هذا الغاز حتى احنا نشوف دراستنا عليه، وقلنا انه احنا في عندنا عند قيم ضغط معينة بيعطيني درجة حرارة معينة، بيعطيني انتالبي وانتروبي وحجم نوعي. طبعا احنا راح نختار، قلنا احنا عندنا الكمبرسر بيسحب وبيضغط. طبعا هون عندي خط سحب وخط الدفع. طبعا هون عندي راح يرتفع مثل ما قلنا الضغط ودرجة الحرارة. هون عندي الضغط طبعا راح يكون منخفض، واحنا قلنا احنا راح نختار الرقم اللي هو الضغط السحب 240 كيلو باسكال، تمام. وخط الدفع راح يكون عندي عند 1000 كيلو باسكال. طبعا انت بتقدر تختار بالنسبة لي قوة الكمبرسر او التدفق او التدفق الكتلي اللي بيدفعه الكمبرسر خلال الثاني بالكيلوغرام. تقدر تختار بدراستك اي حجم للكمبرسر، تقدر تختار اي ضغط عندي هون بالنسبة لخط السحب وأي ضغط بالنسبة لخط الدفع. إحنا كمثال راح نختار هذا الكمبرسر بتدفق معين، واللي هو إحنا راح نختاره إن شاء الله. طبعا مبدئيا إحنا اخترنا ضغط السحب 240 كيلو باسكال، هاي قبل الكمبرسر، وضغط الدفع 1000 كيلو باسكال، تمام. طبعا عند الاختيار بالنسبة لهاي الأرقام اللي هي 240 و 1000 خط السحب وخط الدفع، بيكون في عندي طبعا قيم. انا عندي هون بيكون الضغط 240، بتكون درجة الحرارة عند ال 240 ناقص 5.4 درجة، وبيكون عندي الانتالبي للليكويد بيكون 44.7 كيلو جول على كيلوغرام، وللغاز انتالبي للغاز بيكون عندي 247.3، بينما الانتروبي بيكون عندي للليكويد 0.178، وبالنسبة للغاز الانتروبي بيكون عندي 0.9347. طبعا عند الضغط 1000 بيكون عندي درجة الحرارة صارت 39.4، طبعا هاي بعد الكمبرسر، وبيكون عندي هون الانتالبي قيمته صارت 107.4، وهون عندي 271، تمام. وهون عندي 0.392، وهون عندي 0.9157، تمام. فاحنا عمليا بالنسبة لهاي القيم، احنا قلنا عندنا الخط او المخطط الانتالبي والضغط، وعندنا مخطط الانتروبي ودرجة الحرارة، تمام. وقلنا احنا انه عندنا هذا عندنا هون مخطط هذا الشكل، وقلنا انه احنا هون عندنا النقطة رقم 1، رقم 2 بشكل افقي، رقم 3 وبشكل عمودي، رقم 4، وقلنا هون عندنا هون الرقم 1 بشكل رأسي، الرقم 2 ينزل بهذا الشكل، يمشي بشكل
افقي الرقم 3 وبشكل مائل بيجي عندي هون الرقم 4. هاي المخططات عندي انا، تمام؟ فعمليا احنا هون من قيم الجدول رح نمشي، احنا بقيم الجدول ورح نمشي مع المخطط خطوة خطوة، احنا ما رح نرجع نرسم الدارة مرة ثانية، خلص احنا الدارة فهمناها وعرفنا النقاط الأربعة الموجودة فيها. حاليا احنا تم اختيار الضغط مثل ما قلنا 240، انا عندي الضغط اللي هو قبل الكمبرسر، قبل الكمبرسر، فأنا عمليا إذا رجعت هيك بالشكل يسار وقلت هون هاي القيمة عندي 240 كيلو باسكال، تمام؟ وقلت أنا بعد عمل الضغط، عمل الضغط من 1 إلى 2، معناته أنا الضغط عندي هون عند هاي النقطة قديش احنا قلنا بعد الضغط 1000 كيلو باسكال، تمام؟ إذا هذا الضغط بعد الكمبرسر وهذا الضغط قبل الكمبرسر، وهذا عندي من 1 إلى 2 هو عمل الكمبرسر، تمام؟ طيب احنا حاليا في عندنا، احنا طبعا قلنا بعد الكمبرسر بيرتفع الضغط ومعه بترتفع شو؟ درجة الحرارة. ترتفع درجة الحرارة. بالنسبة لهي النقطة عندي طلعت الضغط هون ولا النقطة هاي طلعت الضغط هون. إذا أنا رجعت أخذت هاي النقطة هون وأجيت لعند هذا المخطط اللي هو انتروبي ودرجة الحرارة، راح ألاقي أنا إنه الانتروبي، قيمة الانتروبي هون للنقطة 1 قبل الكمبرسر تساوي قيمة الانتروبي لنقطة 2 لأنه هذا عندي شاقولي تماما. إذا أنا عندي الخطوة الأولى أو من خلال المخطط أنا بين معي إنه S1 تساوي S2، تمام؟ طيب وأيضا من مخطط الضغط والإنتالبي شو بين عندي كمان؟ بين عندي إنه أنا هون ضغط النقطة 2 بعد الكمبرسر تساوي النقطة 3 اللي هي بعد الكوندنسر، اللي بعد الكوندنسر، فأنا عمليا من بعد الكمبرسر حتى الخروج من الكوندنسر أو المكثف أنا ما عندي في تغيير في الضغط. إذا أنا صار عندي هون الضغط للنقطة 2 تساوي الضغط للنقطة 3، صحيح؟ تمام. وشو بعد عندي أيضا؟ بعد عندي الإنتالبي. أنا الإنتالبي هون إذا نزلت بشكل هذا من 3 إلى 4 شاقولي تماما، قيمة الإنتالبي هون للنقطة 3 تساوي قيمة الإنتالبي للنقطة 4، صحيح؟ إذا هاي القيم أنا موجودة معي، فعمليا أنا راح أعمل جدول للحالة رقم 1. أعبي الجدول للحالة رقم 1، وراح أقول أنا هون عندي هذا الجدول، هون عندي القيم الأساسية اللي أنا بدي أشتغل فيها، هون عندي للنقطة رقم 1، للنقطة رقم 1 عندي تي وبي، تي 1 بي 1 واتش 1 واس 1. طبعا أنا قلت هون أنا لما شرحت المحاضرة السابقة أنه الإكس عندي اللي هي هون الكمية أو النسبة ما بين الغاز وما بين السائل، اللي هون احنا قلنا داخل هذا المخطط بيكون في ميكس، احنا هون من نقطة 1 قلنا حطينا المحور هون، احنا واعتبرنا انه نقطة 1 لما يكون عندي في الحالة الغازية تماما الغاز المشبع بيكون اكس يساوي 1، بيكون اكس يساوي 1، وفي الحالة العكسية اللي هو هون بيكون عندي سائل مشبع بتكون اكس تساوي شو؟ 0. إذا أنا عندي بالنسبة للنقطة 1 هاي عندي الاكس تساوي شو؟ 1، تمام؟ فأنا راح أعبي هاي الأرقام من الجدول او الارقام اللي نازله عندي في مواصفات هذا الغاز اللي انا اخترته للدراسه. فعندي انا تي واحد هاي تي واحد ناقص 5.4 درجه، وعندي بي واحد 240، وعندي الاتش واحد طبعا هون شو؟ بحالة الغاز أنا عندي، هون عندي غاز مشبع، هون هاي الغاز المشبع، هون السائل المشبع، 240، 47.3، تمام؟ وعندي الإس واحد أيضاً لهذا الغاز 0.9347، تمام؟ أنا حالياً هون أنا عندي من الجدول اللي موجود عندي هون هاي الأرقام معلومة، تمام؟ أنا حالياً بدي احط، قلنا الجدول شو قلنا هون احنا الاس واحد تساوي اس 2 هون، اذا الاس 2 عندي
هون هاي معلومة. وعندي شو قلنا كمان؟ قلنا البي واحد تساوي البي، عفوا البي اثنين، البي اثنين هاي خليها هون، البي واحد ما لناش علاقة فيها، البي واحد عفوا هون تساوي البي أربعة، البي واحد تساوي بي أربعة صحيح؟ إذا أجينا هيك بالعكس. وعندي الاتش واحد تساوي اتش اثنين، إذا هاي اللي عندي الأرقام بي فور اتش تو اس تو، هذه معروفات معي اوريدي من هذا المخطط، تمام؟ طيب احنا راح نكمل وراح نيجي نعمل الجدول، راح نمسح هاي القيم، تمام؟ القيم اوريدي موجودة عندي في الورقة نفسها، القيم الأرقام الموجودة احنا راح نشتغل عليها، راح نمسحها على أساس يكون في عندنا فراغ نعمل الأربع جداول. راح نصغر ايضا هاي مخطط، راح نعمل اربع جداول بحيث نمشي خطوة خطوة. اذا انا عندي هذا جدول، اثنين ثلاث أربعة، عندي هاي النقطة واحد اثنين ثلاث أربعة، وقلنا هون عندي هاي عندي تي واحد بي واحد اتش واحد اس واحد، أيضا نفس الشيء بالنسبة للنقطة اثنين تي اثنين بي اثنين اتش اثنين و اس اثنين، وايضا للاربعة عندي تي اربعة بي اربعة و اتش اربعة و اس اربعة، وعندي ايضا للنقطة اثنين تي تو و بي تو و اتش تو و اس تو، تمام؟ طبعا القيم اللي انا عندي هون بالتي واحد احنا قلنا ناقص 5.4 درجة، 240 كيلو باسكال، 247.3 و 0.9347. وقلنا احنا عندنا انه الاس واحد يساوي اس اثنين، اذا انا هون اس اثنين معروفة معي، ننقلها من الاس واحد، تمام؟ وقلنا ايضا انه البي البي 2 لا مش معروفة معنا، عندنا قلنا الاتش واحد أيضا، إذا بنرسم نرجع نرسم المخطط هون ونرجع نرسم مخطط ممتاز. أربعة ثلاث اثنين واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا قلنا إحنا من هاي القيم عندنا ال بي واحد تساوي بي أربعة، إذا أنا البي أربعة عندي هون 240، تمام؟ وعندنا قلنا الاتش ثري تساوي الاتش أربعة مش معلومة معنا. طيب الواحد طلعنا من هون، عندنا الاس 2، الاس 2 تساوي اس 1، وعندنا قلنا ال 1 هون تساوي 4 بالنسبة لي بالضبط، وأيضا عندي هون درجة الحرارة 1 تساوي شو؟ تساوي 4، 1 تساوي 4، إذا أنا عندي هون إذا قلنا تي 4 نفسها تي واحد، هاي القيم اللي انا استنتجتها، هاي القيم واحد اثنين الاس ون تساوي اس تو، وعندي ايضا البي فور، البي فور تساوي بي ون، وعندي التي ون، التي ون ايضا تساوي التي فور،
هاي القيم اللي انا استنتجتها من المخطط، من رسم المخطط مع القيم اللي طلعتها انا هون بالنسبه للحاله واحد، بالنسبه للغاز 134 لانه انا اخترت هذا اسمه هون عندي 240 ضغط السحب ما قبل الكمبرسر. تمام، هاي القيم الموجوده معي. طبعا راح نكمل احنا خطوه خطوه في كل نقطه ونرجع للجداول نطلع القيم الثانيه ان شاء الله في المحاضره القادمه. راح نخلي هاي اللوحه مثل ما هي لحتى نتابع عليها. يعطيكم الف عافيه متابعينا الكرام.